مرحبا واهلا وسهلا فيكم جميعا. فاحنا اليوم رايحين على محل منسف جديد هو فعليا فاتح في رام الله، ولكن صار له سنين كتير كتير قديمه بعمل منسف. اللي بطب في الموزي انا وياه بنتبع. لا انزل موزه. لا اسمع، كل السدر موزه. لا السدر كله موزات. هلا بلشنا نقرب على المحل، اكيد انتم بتعرفوا كلياتكم هالدوار. انت بس تيجي هون عند دوار الدي سي او، تاخذ على ايدك الشمال عند كزيت الهدى، طلع رايح دغري منسف التبواني هناك، شايف الاشاره، صف وانزل. بس تطلع هاي الطلعه هون بقعد قاعد عربيه، بدي اشلح الجاكيت لانه بدي اشوه. بعيش سلخ منسف مع جاكيت بدله، فيلا على السريع ظبط حالك. اليوم احنا جينا هون على منسف الدبواني. منسف الدبواني صار لهم سنين، يعني المحل جديد بس هم صار لهم سنين بيعملوا بالمنسف. يعني في صور من ال 1910 لهم، هم هاي العيله بيظبطوا المنسف. خالد جعان، انت دائما جعان. وانا يعني ليش باجي معك؟ عشان اوكي علاقه مصلحه يعني. لا علاقه اكل. المشكلة ماكس وماكس 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 هلا باكل لي هيك 15 لقمة ما بقولكش بعيد. هلا بالحامل والمحمول. هلا اللبن انسى هزيع. شوف زلمه العشق الممنوع، بلف اللحمه يشوف وين بده ياخذ. هو شو فاهم عليه؟ هو دور على الموزه. هو دور على الموزه. هاي هاي هيك هيك بالضبط. هاي يا خالد لانه حبيب الشعب. منسف يعني انا بالنسبه لي كخليلي من وقت هالقد وهم بدربوك انه هذا هو الاساس الحياه. مش محقول، مش معقول، مش معقول الاكل. علاء على فكره مش قادر استنى، صار داعس. احنا اليوم كل هذا الاكل الدبواني عامل لنا عرض خاص، خلص الكميه واحصل على 20%، بما معناه احنا اربعه لازم ننسف كل شيء موجود على هذا السدر، واذا خلصناه بعطينا خصم 20%، اذا لا تدفع فول برايس، وبالحالتين هو مستاهل يعني 100%. ولا نقطه بده يضل فيه شباب. سعد رب المنسف يا زلمة، أنا كل يوم لو أكل منسف بقية حياتي، هاي هي الوجبة اللي بختارها. طلع طلع اتفقنا إنه موزتي يا زلمة حرامية مش معقولين. وين موزتك أنت وإيهاب كل مرة موزتي؟ خد موزتك أخوي. هلا عني ما انتظرتني خد نصها. إيه؟ زلمة سرقة عيني عينك، أنت وقع. طلع مسجان، طلع طلع طلع. صحيحة صح. كثير عجبني في الموضوع قد ايه كرمة في اللوز الجميع. يعني انا عادة لازم اضطر اسلق اللوز من اللي حوالي، فاهم كل الفطورة اقل واحد بوكل. شوف يلا شوف. سلامة شباب، انا كاي. انا طالع بدي اروح السيارة، انا راجع. وين علي اكمل؟ ريك راحة راحة. طلع ما شاء الله من المنسف. منسفني حبك يا راحة الراحة منسفني. وتعبني قلبك مع العشاق اتعبني يا ورا صحتك، وقلت لك لا تمنسفني، ابعد عن اي اشي، تعال المنسف وغني له. طمنوا لاخر فتره. خالد قبل المنسف، خالد بعد المنسف. هلا عشان تكونوا بالصوره، احنا خسرنا التحدي لانه ما نسفناهوش، بس عشان نكون واقعيين مع بعض ماشي. احنا جينا بحجم اربعه واثنين اكلوا فعليا من اربعه. الاثنين واحد اثنين انا بتشهون بس انا بتشهون. المهم اتليست رجعت لنا، فاهم كيف؟ استاذ من ايهاب سرقه الموز الاولى. ثلاث اشخاص تيجوا تاخذوا المنسف، صدر المنسف لثلاث اشخاص بكون 250 شيكل، فلما تكونوا اربع اشخاص بكون 340. هلا العرض الشغال من هون لشهر، يعني اي حدا حاضر هذا الفيديو يجي هون، فتعال هون خلص الصدر، خلص الكميه وخد 20%. فزي ما كان 20% خصم لاي جماعه بيجوا بخلصوا الصدر كامل. فتعوا انعفوا منسف قبل ما يروح عليكم العرض، والحقوا حالكم. واسامه هلا هو بده يدفع عنا كل ما اهم شيء. لا انا عازم بس بدفع. من هون لشو اسمه، خليني انا اترككم، خلينا نروح نطعميه كتله عشان يدفع، وبنشوفكم في الفيديو الجاي.